دلوقتي بقى في ناس كتيرة جدا بنشوفهم على السوشيال ميديا بيتكلموا على التحرش الجنسي وبيقولوا ان هم مثلا زعقوا في المتحرش او كده، واحنا بقينا لسه عندنا البلاغات اللي بتجيلنا على الخريطة، بس الى حد ما الناس ابتدت عندها قدرة اكتر ان هي تبلغ، لانه الموضوع ما بقاش تابوه زي ما كان في 2010. يعني لا، انت بقى عندك ماده في القانون اسمها التحرش الجنسي وعقوبته، يعني فدي فرقت جدا. والحقيقه طبعا يعني انه اهتمام التحركات المختلفه اللي حصل بعد 2011 في العام، حتى برضو بره التحركات السياسيه، يعني هي فرقت جدا في ان الناس بتعمل حملات طول الوقت حوالين الموضوع، وانه بقى في بنات كتير حقيقي بتبلغ، وفي قضايا بتتكسب، دي كمان حقيقيه يعني.